على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسيا وهو اسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا وبربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا وقيع سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا له كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا وقولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنكم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنكم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم جر إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون رحمن
إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي أرزقكم إن يمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمس مقبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تهتمون قل أرأيتم إن أهلكني الله فمن يعلم منا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد.